22 ديسمبر 2023 في مدينة الثقافة في تونسي. هاشتاك كونسومي تونسي. خلينا ناخذ معنا بالتليفون وباش تدخل معنا مدام ضحى المزوني مستشارة تسويق. صباح النور مدام ضحى. ألو صباح النور. مرحبا بكم. شنو حوالك؟ صباح الخير. لاباس الحمد لله. مرحبا بك على راديو ميت. يعيشك. مرحبا. فوالا نحن دونك في المباشر توا في التحضيرات للدوره الثانيه. تري بيان. لسوق الكاهنه، معرض سوق الكاهنه في مدينه الثقافه ان شاء الله يبدا غدوه. دونك نحب ناكد على معلومه اللي هي لايق ان قررت معناها انطلاق غدوه الدوره الثانيه، لان الدوره الاولى كانت ناجحه جدا. تري بيان. كانت فرصه باش الحرفيين اللي كانوا معد 100 حرفي شاركوا السنه الفارطه وكانت الاقبال كبير. دونك استقبلنا اكثر من 5000 زائر وتمتعوا بالمنتوجات الحرفيين والحرفيات المتواجدين معنا في اندا. دونك كيفاش باش يكون البروغرام نتاع الدوره الثانيه مدام؟ البروغرام الدورة الثانية إن شاء الله بلا الدورة الثانية إن شاء الله باش تكون معناها أكثر احتفالية من الدورة الأولى. أول حاجة اللي هو باش يكون في نطاق الدورة، وإذا نستدعوا الزوار الكل باش يجيو، ماهوش جوست باش يلقاو لي زارتيزون، باش يلقاو لي زارتيزون ويقابلوهم يحكيو معاهم ويشوفوا المنتوجات اللي هي اون سيليكسيون قامت بها إندا للي برودوي معناها نتاعهم. لكن هناك زاد معناها دي وركشوب للارتيزان والا للكون بوبليك. لي وركشوب هذوما معناها ديريجي بار دي اكسبير ان شاء الله ولي بانيل، وباش يحكيو في مواضيع مختلفه. اول الموضوع اللي هو باش نحكيو على الماركت بليس وشنو الخدمات اللي تقدمهم كوسوسوا للارتيزان والا للحرفاء اللي يحبوا يشريوا الصناعات التقليديه. باش زاد تكون دي وركشوب على الفيسكاليتي والوات فينانس وشنو الامباكت نتاعو على لي زارتيزان، شنو الحاجات الجدد اللي معلومات للي زارتيزان، شنو الحاجات الجديده اللي وردت في قانون الماليه. عندنا زاده دي وركشوب على توسكي لوجيستيك، كيفاش تنجم تعمل الباكجينغ نتاع البرودوي نتاعك وتبعثه. دونك هنا زاد عندنا خبراء باش يحكيو على اللوجيستيك والباكجينغ نتاع لي برودوي معناها نتاع لي زارتيزان. ويكون هنا زاده كيف نحكيو على الارتيزانا يلزمنا نحكيو زاده على الديزاين وعلى التوندونس وعلى الكرياسيون. دونك زاده فما وركشوب باش يحكي على التوندونس وعلى الكرياسيون. بالنسبه للاطفال دونك العائلات اللي باش تجي ان شاء الله هي عطله، والعائلات اللي باش تجي باش تلقى زاده فرصه باش اطفالها يكتشفوا الباتريموان كولتوريل التونيزيان، معناها باش يعطيهم فرصه باش يكتشفوا الصناعات التقليديه التونسيه، وكذلك يشاركوا في دي زاتوليي. فما دي زاتوليي دو برودوي دو ريسيكلاج، فما دي زاتوليي دو سيراميك باش يتعلموا كيفاش يعملوا سيراميك. حاسيلو لانيماسيون ان شاء الله كل عشيه فما ان ارتيست باش يجي يلانيم سو تيب دو داتوليي بور لي انفون. دونك مرحبا بيهم. C'est aussi une façon de que les enfants découvrent le patrimoine, la zrar mterna يكتشفوا الباتريمون التونسي. باهي برشا. سامحني مدام ضحى، حبيت نسالك معناها يلزمني ناكد حاجه اللي هذا كله مجانا نراه. هذا الدخول مجانا والمشاركه في لي وركشوب والمشاركه في لي وركشوب بالنسبه للارتيزان والغران بوبليك مجانا، وكذلك للاطفال بالنسبه للزاتولي مرحبا بهم. كذلك كل هذه الخدمات ان شاء الله تكون في مدينه ثقافه في دون لو كادر نتاع سوق الكاهنه، معناها مجانا للغران بوبليك. تري بيان. حبيت نسالك شنو ابوبخي معناها المنتوجات اللي شكونوا موجودين، معناها لي ستون شنو فيهم بالضبط؟ داكور فوالا. دونك العرض دونك باش يكون معنا اكثر من 110 معناها حرفي وحرفيه.
هما خدمنا عليهم يعني عند خدمت عليهم وكانت تساند فيهم من سنوات بالنسبة للمساندة معناها أتخافيخ عند تموين وكذلك المساندة والدعم بالنسبة لتكوين شركات متاحهم الديزاين تاع البرودوي متاحهم الماركتينج متاحهم وحاولنا نعملوا السيليكسيون المشاركين من 24 ولاية الارتيزانا معناها متاع تونس كاملة إن شاء الله تكون واحد بالنسبة للنسيج البيجو السيراميك معناها كل الصناعات التقليدية ممثلة في الدورة هذه إن شاء الله في 24 ولاية خدمت عليهم عند معناها لسنوات بالنسبة للمنتوج باش تلقاو منتوجات c'est une sélection de produits معناها ماهوش كي مرتوج من احسن ما هذه الحرفيين يمكن صناعته معناها باش تلقاو دي برودوي avec des prix très équitables معناها اسوام معقوله وتكون معناها مربحه للحريف اللي باش يشري القطعه وكذلك للارتيزان اللي يعملها وخلى فيها برشا وقت فوالا شكرا لك مدام ضحى شكرا بالنسبة لك ناكد على حاجه باش ناكد على حاجه دونك بالنسبه للدوره هذه عندنا معناها في اطار مشروع المسانده للحرفيين وحرفيات لترويج معناها منتجاتهم لو نوفوني ولا المولود الجديد عند انتر راب في هذا في اطار هذا المشروع المسانده هي الماركت بليس هذه معناها الماركت بليس اللي هي منصة رقمية تمكن أي حرفي يكون عنده متجر معناها افتراضي به ريت بالنسبة للحرفيين هذو الصغار عندهم مشكلة باش يكونوا معناها عندهم متجر خاص بهم خاطر الاستثمارات تكون عالية دونك احنا عطيناهم الفرصة باش يكون عندهم متجر افتراضي اللي احنا باش نقوموا بالترويج ليه معناها في تونس على النطاق الوطني وكذلك على النطاق العالمي لانك تعرف الارتيزانات التونسيين مطلوبة في العالم دونك هذه باش تكون الماركت بليس فرصة باش نظهروا الخدمة هالبتيز ارتيزان هذوما هالحرفيين الصغار باش نعطيهم فرصة باش يظهروا خدمتهم اللي هما ما عندهمش لي مويان باش يظهروها دونك الماركت بليس هذه 24 على 24 تكون متواجد ينجم اي حريف من اي منطقة في تونس والا خارج تونس اللي يدخل للماركت بليس اللي نحن حاولنا باش تكون الماركت بليس معمولة حسب المعايير العالمية دونك معناها ما عندناش علاش نحشموا بارابور لانترناسيونال vraiment c'est une market place que ce soit معناها من ناحية التقنية وإلا من ناحية الديزاين سيتون معناها تجربة حلوة لأي زائر على الماركت بليس باش ينجم يدخل ويعمل مش يقتني المشتريات متاعه يقتني الباتريموان التونسي بكل سلاسة هذه الخدمات احنا اللي عملناها دونك للماركت بليس الخدمات هذه معناها مجانية زادة لكل الحرفيين دونك عنده نقوم احنا بالتصوير المنتجات بطريقه زاده حرفيه جدا مع معناها وبالقيام بتقديم الحرفي بطريقه زاده حرفيه جدا باش نعطيوه فيزيبيليتي ونحكيوا عليه وكذلك باش نقوموا ببرش بمعناها الترويج للماركت بليس داكور تري بيان فما نقطه حبيت نحكي عليها اللي هي معناها حاولنا تكون في الفتره هذه نتاع الحرب في فلسطين قمنا باستضافه وهذه عملناها لفته لدعم الحرفيات هما ثلاثة حرفيات فلسطينيات موجودين هنا في تونس باش يكون ليهم زادة جناح خاص بهم ومرحبا بكم تجيو تدعموهم زادة وهذه فرصة معناها عند انتر راب حبت تقوم باللفتة هذه للحرفيات الفلسطينيات الموجودين يجيو اكتشفوا زادة في إطار هذا المعرض الحرف
معناها المنتوجات الصناعات التقليدية الفلسطينية. الفلسطينية. شكرا لك مدام ضحى مازوني، كنا سعداء باستضافتك معنا بتليفون على موجات غاديو ميت في موجة أصباح بعد نجاح كما قلنا وكما حكت لنا مدام ضحى بعد نجاح النسخة الأولى من معرض سوق الكهنة، عندها نظمت النسخة الثانية للمعرض والشعار باش يكون ادعم بلادك وصنعت أجدادك إن شاء الله أبارتير من غدوة 19 حتى 22 ديسمبر 2023 في مدينة الثقافة تونس. هاشتاك كونسومي تونسي.